ان شان الله شبك، غببت لي على قلبي من امبارح مكتئب، بس قلي شو صاير معك؟ خيو اقول لك مو مستاهله، شو نجي نضحك على بعض؟ هاي عمرنا عم نشوفه عم يمرق قدامنا وكانه حرام علينا نعيشه. هاي عيشه اذا كان لا والله مو عيشه. نص العالم بتخاف تعجز الا نحن، لانه الحمد لله صرنا بالثمانين ونحن لساتنا بالعشرينات. 80 احيانا بحس حالي عمري 180. لا مو انه هيك فتره صعبه وبتمرق وبعدها رح تفتح معك على مستقبل مشرق وحياه سعيده. لا انت عايش اليوم وانت متخوزه وبكره رح تستكتر بخير اليوم، لانه الحمد لله كل سنه اسوء من اللي قبلها. لك نصيحه؟ هات. انت بالذات بعمرك ما تحاول تواسي حدا، لانه ما شاء الله بعد مواساتك بوشه على الانتحار. الله يوفقك، موتتني. لك هي عيشة زبالة، بس ما في غير حل واحد، خلي هالزبالة تتخمر وتنشف بأنفك لحتى تبطل تشم. قوم هلا قوم قوم نط حاجة مكتئب، قوم نطلع عند أبو فراس جيب فروج مشوي على حسابي وبترجع. لك يا حمار، أنا اللي مكتئب، أنت روح ظبط الأكل واندهلي. آها، ما هو لأنك مكتئب أنا بعتك محل فروج. نحن شعب عنده متلازمة السعادة المرتبطة بالشوي، هلا بس تروح وتشوف منظر الشواي بفك عنك كل اكتئاب. يلا قوم أنا رح ظبط. رح روح هالمرة، بس على حسابي. يا ندل معك مصاري وكتاب، والله شكله العز ما بيوقتيك. سبع